مع التطورات اللي بتحصل عفوا في المنطقة وفي العالم لازم نقف، وهنا أنا بتكلم لازم نقف كعرب، لازم نقف ونبص على مصلحتنا. إحنا عندنا مزايا كبيرة قوي، سواء من إمكانيات مالية هائلة أو من مصادر ثروات طبيعية أو من أسواق وقوة استهلاكية كبيرة، وكمان فرص استثمارية لا حصر لها. ممكن يكون عندنا أمور محتاجين نصلحها أو نيسرها، ولكن المهم إن كل الإمكانيات والفرص متاحة قدامنا. الخلافات في عالم السياسة طبيعية، ولكن في القيم والمبادئ أعتقد إن عالمنا العربي لا تنقصه مبادئ ولا قيم، لكن ممكن نلاقي كده في وسطهم أفراد طالعين زي الحشائش الضارة في وسط النبت، ولكن دول ما بيأثروش على المحصول ككل. طب العالم الغربي بيبصلنا ازاي؟ في اختلاف كبير في الجذور والثقافة، في الآخر احنا يا عرب اللي فاهمين بعض واللي هننفع بعض وقت الشدة، واحنا اللي ما بنحسش بالغربة واحنا في أراضي بعض، يبقى مش من الأولى اننا ننفع بعض؟ كل سنة وكل العالم العربي والإسلامي في سلام وأحسن حال بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم دائما بالخير. مساء الخير وأهلا بحضراتكم في برنامجكم أسواق وأعمال. النهاردة هنكمل في ملف تداعيات قرار رفع سعر الفايدة. امبارح اتكلمنا عن تأثير القرار على مناخ الاستثمار والتضخم، والنهاردة هنشوف القرار تأثيره ايه على الموازنة العامة للدولة وفوائد الدين العام، وكمان هنبص للقرار من زاوية البنوك وتعاملات الجهاز المصرفي وتأثير القرار على المنتجات المصرفية سواء القديمة او الجديدة. اما دلوقتي فهنبدأ بأهم ما تناولته صحفنا المصرية من الناحية الاقتصادية، وخبرنا الأول من جريدة الأخبار تحت عنوان وفد من البنك الدولي في القاهرة خلال أيام. الخبر بيقول إن وفد من البنك الدولي هيزور القاهرة خلال أيام لبحث إجراءات حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض البنك بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، واللي البنك قرر له 3 مليار دولار. الخبر ده على لسان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اللي قالت كمان خلال لقائها بأسعد العالم المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر إنه تم الاتفاق على زيارة البعثة الأسبوع الأول من يونيو لمساعدة الوزارة في إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودفع دور القطاع الخاص في التنمية. الخبر تناول كمان لقاء الوزيرة بنائب رئيس البنك الأسيوي للاستثمار، اللي أكد إن البنك هيوفر من 10 ل 15 مليار دولار سنويا لتمويل مشروعات مختلفة في البنية الأساسية، وده خلال الست سنوات القادمة في دول عملياته من بينها مصر. خبرنا الثاني وده من جريدة البورصة تحت عنوان وزير المالية جمعنا 3 مليار دولار من إعادة فتح السندات الدولية. عمرو الجرحي وزير المالية قال إن مصر جمعت 3 مليار دولار النهاردة في إعادة فتح السندات الدولية اللي تم طرحها على 3 شرائح يناير الماضي. الجرحي قال كمان إن مدير الطرح تلقوا أكثر من 680 طلب للاكتتاب بقيمة 11 مليار دولار، 80% منهم من أوروبا وأمريكا والباقي من آسيا والشرق الأوسط. الوزير وضح إن شرائح السندات المقبولة بلغت 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بفايدة 5.45%، والسندات المقبولة لأجل 10 سنوات وصلت لمليار دولار بفايدة 6.65%، أما السندات لأجل 30 سنة فبلغت مليار و250 مليون دولار بفايدة 7.95%. الجرح يأكد أن إعادة فتح السندات الدولية المصرية هي أكبر عملية إعادة فتح سندات في الأسواق منذ عام 2007، وقد تكون الأكبر في تاريخ الأسواق الناشئة. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده، تناولنا الخبر ده في برنامجنا امبارح، اول ما صدرت البيانات اللي الوزير اكدها النهارده. نروح لخبرنا الثالث والاخير وهو من جريده الشروق تحت عنوان الزراعه تستعد لرمضان بتخفيضات 15% للخضروات واللحوم والبقوليات. الخبر بيتناول تفاصيل اعلان وزاره الزراعه عن طرح كميات كبيره من اللحوم والدواجن والاسماك
والخضروات بمنافذ الوزارة الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة عن الأسواق المحلية بنسبة تصل ل 15%، خاصة مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان عن الشهور الأخرى واستغلال الأسواق للمواطنين. وزير الزراعة عبد المنعم البنا قال أنه هيتم طرح 25 طن من الدواجن و70 طن من الرز البلدي بسعر 6.5 جنيه للكيلو، و14 طن فول بلدي ب 8 جنيه كيلو، و70 طن خضار وفاكهة بأنواعها. وقال كمان أنه هيتم تحديد أسعار الخضار أو الخضروات بقى طبقا لأسعار السوق دون النظر لهامش الربح. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم عن أسعار الفائدة وتأثيرها على الموازنة وعلى البنوك المصرية. خليكم في أسواق وعمل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. موضوعنا الرئيسي النهاردة قرار رفع سعر الفائدة وتأثيره على الموازنة العامة للدولة. معانا النهاردة ضيفنا وضيفكم عبر اللايف فيو دكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة. دكتور معيط أهلا وسهلا بحضرتك معانا. القرار يعني خلينا نبدأ كده بموضوع رفع سعر الفائدة، ودايما لما بيبقى فيه رفع لسعر الفايدة دايما بيبقى له تأثير على حاجات كتير قوي، سواء بنتكلم على التضخم سواء بنتكلم على استثمار. ولكن هنا خلينا نتكلم على موازنة الدولة. هل احنا عارفين ان احنا يوم الاثنين المفروض ان في جلسة عامة لمجلس النواب لتناول الموضوع الموازنة العامة للدولة، بس الفرق سعر الفايدة الموازنة اللي فاتت اللي احنا شغالين عليها كانت معمولة بسعر الفايدة القديم، والموازنة اللي جاية معمولة برضو بسعر الفايدة اللي كان موجود. التغير اللي حصل ده هيأثر ازاي في الموازنة الحالية اللي احنا شغالين فيها واللي جاية، وهل في تعديلات هتتم؟ طيب واضح ان احنا عندنا مشكلة في الصوت. خلينا نشوف تقرير عن تأثير سعر الفايدة عن المشروعات الصناعية والاستثمارات في الفترة الحالية والقادمة، ونرجع نكمل مع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة. نشوف التقرير. تسعى الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة إلى التوسع في تدشين المشروعات الكبرى التي تخدم شرائح متنوعة من المواطنين. خلال الشهرين الماضيين افتتحت الحكومة مشروعات في مجالات عديدة، من بينها مشروعات عقارية وطاقة ومشروعات صرف، وآخرها أمس مدينة الأثاث بدمياط. وتلعب هذه المشروعات دورا محوريا في زيادة التدفقات الاستثمارية للاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وقطع الرئيس عبد الفتاح السيسي عهدا على نفسه بوضع خريطة محددة لتوقيت انتهاء هذه المشروعات، وهو ما حدث فعليا وبدأت تتحقق ثماره وتحدث الطفرة الاقتصادية المستهدفة للحكومة. ولعبت مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في دعم العديد من القطاعات الصناعية خلال الشهور الماضية، كما ساهمت تمويلات مبادرة مشروعك والتي قاربت تمويلاتها من 1 مليار جنيه في فتح العديد من المشروعات وخاصة بمحافظات الصعيد. وتترقب القطاعات الاقتصادية قانون الاستثمار الجديد وسط توقعات بزيادة الفرص الاستثمارية عقب صدوره وإقرار اللائحة التنفيذية. وتوقع خبراء أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من المشروعات الكبرى في ظل القانون الجديد الذي وضع ضوابط جديدة تنظم السوق المصري وتضمن الفرص الاستثمارية للمستثمرين. وتلعب المشروعات الحكومية الجديدة دورا في خلق فرص عمل للشباب ودعم الموازنة العامة للدولة وبناء اقتصاد قوي متنوع. طيب يبقى هو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه، ولكن الزاوية اللي هنركز عليها النهاردة من ناحية الموازنة العامة للدولة ومن ناحية البنوك المصرية. ضيوفنا النهاردة معانا سيدة سهر الدماطي وهي الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الأجنبية.
اهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك معانا وعبر اللايف فيو ان شاء الله يكون الصوت وصل. معانا الدكتور محمد معيط نائب وزير الماليه لشؤون الخزانه العامه، اهلا وسهلا بحضرتك مره تانية. ارجو ان الصوت يكون وصل المره دي. انا كنت ابتديت اسال حضرتك دكتور معيط بالتعديلات اللي حصلت في موضوع سعر الفايدة. احنا شغالين في الموازنة العامة الحالية بسعر الفايدة القديم، فأكيد تعديل سعر الفايدة ده هيأثر على الموازنة اللي احنا شغالين فيها، وكمان هيبقى له تأثير على الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب واللي هيتم مناقشتها يوم الاثنين القادم. هل في تعديلات هتتم، يعني هتعوضوا ازاي الفارق في الموازنة الحالية، وهل في تعديلات هتتم في الموازنة القادمة؟ بس أنا عاوز يعني أشير إلى أنه السنة الماضية لما دخلنا بالموازنة كانت أسعار الفايدة أقل من أسعار الفايدة اللي اتغيرت بعد 3 نوفمبر. أيوه. فأنت حضرتك وانت بتتنفذ الموازنة هناك توقعات دايما بأن أسعار الفايدة تتغير صعودا وهبوطا. فأنا بس بقول الإشارة دي ليه، لأنه لما دخلنا بموازنة 16-17 ما كناش قادرين نقول أسعار الفايدة في خلال السنة هتتغير إزاي، لكن طبعا تغيرت خلال السنة، وقدرة الموازنة على التعامل مع دوت هو قدرتها على إدارة الدين العام، ويكون عندنا استراتيجيات للتعامل مع المتغيرات اللي بتحدث في أسعار الفايدة عن طريق إن بتتحول ممكن من مثلا أدوات دين متوسطة أو طويلة الأجل لأدوات دين ممكن قصيرة الأجل، ممكن أتحول من أدوات دين بالعملة المحلية لأدوات دين بالعملة الأجنبية توفر لي مثلا عملة صعبة وتكون أسعار الفايدة بتاعتها أقل. طبعا لما أقول إن حصل تغيير لأسعار الفايدة خلال الأيام الماضية فطبعا متوقع أن يكون لها تأثير، ولكن برضو عاوز أقول أنه التأثير النهائي هيرتبط بعوامل متعددة، العرض والطلب، الاحتياجات بتاعة الموازنة العامة للدولة، هيتأثر برضو بنوعية الأدوات اللي بتطرح في خلال الفترات القادمة. قد يكون هناك تأثير في أنه يكون العبء بتاع الفوائد أعلى شوية، ولكن يعني في الفترة القصيرة ديت المتبقية من السنة المالية الحالية ممكن يبقى التأثير محدود، لكن طبعا لما نيجي للسنة المالية القادمة يعني تأثير محدود. يا دكتور محمد، عبارة اللي قالها دولة رئيس الوزراء دكتور معيط، التأثير محدود ان هو فاضل شهر زي ما حضرتك بتقول، يعني احنا فاضل الكام يوم في الشهر ده وبقية شهر يونيو، ولكن حضرتك يعني بتقول يعني مع المرونة اللي حضرتك بتتكلم عليها في التعامل مع سعر الفايدة، بس انت عندك عامل تاني كمان، وهي ان الحصيلة اللي كانت متوقعة، وهنا بنتكلم كمان على الموازنة الجديدة بالنسبة لوزارة المالية، كمان الحصيلة دي هتقل بسبب قانون الاستثمار اللي عفى الاستثمارات في المناطق الحرة الجديدة والصناعية الجديدة من الضرائب، مش كده؟ فهل المرونة دي قادرة على التعامل مع العاملين دول بس؟ يعني خلين احنا كانت نقلنا لقانون للنقطة تانية، خلينا اخد النقطة التانية دي في ثلاث عناصر. العنصر الاول ان قانون الاستثمار يتحدث عن المشروعات الجديدة، خلاص، فبالتالي انت بتدي مزايا للمشروعات الجديدة. المشروعات الجديدة دي المفروض ان هي هتخلق فرص عمل، وهتخلق ناس تقبض مرتبات، والناس اللي هتقبض مرتبات دي هتدفع ضريبة كسب عمل وخلافه، بالإضافة إلى أن القانون أوجد إيرادات للدولة بأنه قال والله المشاريع الموجودة في المناطق الحرة الخاصة اللي النهاردة ما بتديش حاجة للخزانة العامة للدولة، لا، هتدي 1% من الإيرادات بتاعتها للخزانة العامة للدولة وتقسم مناصفة مع هيئة الاستثمار. الحاجة المهمة الثالثة بقى اللي انت حياتك برضو كنت اشرت اليها قبل كده، ان انا ايراداتي مرتبطة بالنمو الاقتصادي، لما اذا هذه المشروعات واخرين من المشروعات قدروا ان هم يعملوا نمو اقتصادي في الدولة المصرية معناها انه في فرص عمل جديدة تخلق
وبالتالي في ناس هتشتغل وتقبض مرتبات وتدفع ضريبة كسب عمل، وأي مشروعات جديدة إذا دفعت ضريبة القيمة المضافة، إذا دفعت نمو اقتصادي يا دكتور معيد صناعية. أنا مع حضرتك، نمو اقتصادي يبقى معناتها زي ما حضرتك قلت وأشرت، يعني واضح هيبقى في استثمارات جديدة. وهنا بقى دخل سهر هانم الضماطي معانا، لما يبقى في ارتفاع في سعر الفايدة، هو الدكتور معيد بيقول انا بعتمد كمان على ان يبقى في استثمارات جديدة. طب وهل هيبقى في استثمارات جديدة في ظل الاعباء العالية دي في الفترة الحالية، ان هو الاقراض النهاردة بقى يعني مكلف للغاية بالنسبة للاستثمارات الجديدة كبنوك؟ حسيتوا ايه؟ يعني هل السياسة هنا المالية والنقدية متماشية بحيث ان هو يشجع فعلا استثمارات جديدة؟ شوف انا عايز اقول لحياتك حاجة فيما يخص اولا البنوك او الرياكشن بتاعها لزيادة الفايدة. اولا الشهادات الفايدة بتاعتها ما زادتش على الاطلاق، هيبقى في بعض الزيادة الموجودة فعلا على الودايع هيؤدي الى زيادة طبعا في سعر الاقراض، ولكن احنا لازم نبص الموضوع بان احنا بدأنا اصلاح اقتصادي في الدولة. تمام، الاقتصادي ده له تكلفة، واحنا عارفين ان احنا بنشيل امراض وبنقص صحيح حاجات وحاجات زي كده، وبالتالي الفترة اللي احنا فيها النهاردة هي فترة انتقالية ولازم نقتنع بده. فكل الاساليب المحطوطة لمعالجة الاصلاح احنا فيها حاليا، منها الفايده ال 200 بيزس بوينتس او اللي احنا بنسميها 2% زياده في الفايده اللي حصلت حاليا، هتزود سعر الاقراض. ايوه انا هكمل بقى مع حضرتك في كافه النقط اللي ممكن تكون سلبيه. هتزود سعر الاقراض، ده يعتبر تكلفه زياده في ظل وجود ان احنا برضو ماشيين في موضوع تخفيض الدعم، وده خطوة مهمة جدا في الإصلاح الاقتصادي. ثلاثة، احنا ماشيين برضو واحنا عاملين في اعتبارنا ان هذه الزيادة في الفايدة هتأثر في الموازنة العامة للدولة، ما فيش شك هتأثر في الموازنة العامة للدولة، ولكن واحد، احنا النهاردة عملنا اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، صندوق النقد دعم الإصلاح الاقتصادي للدولة، ودي خطوة كويسة جدا. نبص بقى بشكل عملي شوية، افترض حضرتك أنا النهاردة بعد اتفاقي مع صندوق النقد إحدى هذه النقاط لم ألتزم بيها ودي أثارت مشكلة مع الصندوق، إيه النتيجة المتوقعة من ده؟ مش هيدفع لك المرحلة اللي بعديها؟ مش بس كده، مش بس كده، ده النهاردة الصندوق شهادة إن أنت ماشي صح، تعثرت في ان انت تمشي صح هيعمل لك مشكلة. وبالتالي تفتكر حضرتك الجدارة الخاصة بالدولة هتفضل زي ما هي؟ هتقل لانك مش ملتزم. مودي وستاندرد امبور وكله هيقول لك لا، ده الصندوق النهاردة عنده بعض التحفظات على الاصلاح اللي هم اتفقوا عليه، وبالتالي في هذه الحالة هتقل الجدارة الخاصة بالدولة، وبالتالي هتأثر على الاستثمار بالسالب. ولكن النهاردة انت كان مفروض ان انت تاخد من الاول من ساعة ما عملت التعويم زيادة حوالي 5% من 4.5 الى 5% زيادة في الفوائد، خدتها على خطوتين. الخطوتين دول مهمين ولا لا؟ ايوة مهمين، لان حضرتك عندك التضخم النهاردة زاد الى 31% بالرغم من ان على مستوى الشهور لو رجعنا من شهر فبراير الى شهر ابريل فهو نزل. ولكن الخطوة دي خطوة استباقية ليه؟ حضرتك عندك مستوى السيولة، لو خطوة رفع سعر الفايدة 2% استباقية، 2% استباقية لإيه؟ أنا النهاردة عندي سيولة في الجنيه المصري عالية جدا، لو بصينا بعض الأرقام اللي طالعة من البنك المركزي احنا بنتكلم على النهاردة سيولة في حدود 130 ل 140 مليار جنيه. هذه السيولة لا يقابلها نفس مستوى من السيولة في العملة الأجنبية. صح؟ وبالتالي لو استمر هذا الموضوع بهذا الشكل من هنا لغاية آخر السنة تقريبا، ده هيؤدي إلى، ممكن يؤدي إلى سياسة سعر العملة وزيادة التضخم أكتر من كده بكتير. ومن هنا الخطوة دي كانت مهمة جدا وأساسية علشان تقدر تغطي ده، نمرة واحد. نمرة اتنين،
لأول مرة. معلش سارة هانم، يعني وضحيها لي أكتر النقطة اللي فاتت ده، إن الـ 2% دي كانت أساسية علشان تقدر تغطي الفجوة ما بين السيولة المحلية والسيولة الأجنبية؟ تقول تعمل إيه؟ إن نتيجة الفجوة اللي ما بين السيولة المحلية والسيولة الأجنبية لو استمرت بهذا الشكل لغاية آخر السنة هيحصل تخفيض زيادة في سعر العملة بتاعتنا. بالظبط كده، وهيحصل انفليشن زيادة، وهيحصل تضخم زيادة، وهيحصل تضخم زيادة. وبالتالي حضرتك خدت الخطوة الاستباقية دي. نمرة 2، هل انت خدت الخطوة الاستباقية وقفت؟ لا، ده انت لأول مرة البنك المركزي المصري حط لنفسه هدف بالوصول بدرجة التضخم من 31 اللي احنا فيها الى 13% على نهاية سنة 2018. فدي تعتبر خطوة مهمة جدا. الكلام ده في هذه الفترة ايوه بيوجع، بيأثر بشكل على الاقتصاد بشكل عام، ولكن هل انت ماشي صح في الاقتصاد؟ هل انت ماشي صح في الاصلاح؟ ايوه انت ماشي صح في الاصلاح، وبالتالي ده بيدي نوع من الثقة على المدى القصير حتى والمتوسط للمستثمرين، ان انت حطيت خطة وشغال عليها مدعم بشهادة من الصندوق، ودي مهمة جدا في هذه الفترة، مدعم بالجدارة اللي هي موجودة عندك من المؤسسات العالمية، ومسألة وقت. يبقى هو زي ما رئيس الوزراء قال ان هو موضوع سعر الفايدة ده حاجة خاصة بالبنك المركزي، ولكن اعتقد انها مسألة وقت. يبقى هنا وقتي هتنزل سعر الفايدة زي ما البنك المركزي حط هدفه 13% في 2018. يبقى اللي حضرتك بتقوليه، وهنا هرجع للدكتور معيط، بيأكد ان في تنسيق كبير ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية، ولكن برضو مهم ان احنا نعرف ايه الاجراءات المالية اللي هيتم اتخاذها في الفترة القادمة علشان نعدي المرحلة دي زي ما كانت بتقول سهر هاني. اتفضل يا دكتور معيط. يعني هي الفترة دي فترة مؤقتة، وزي ما الاستاذ سهر قالت انه وبرضو اكد على كده رئيس الوزارة، انه بنعتبر انه في بعض الاجراءات المؤقتة اللي متاخدة علشان نقدر ان احنا نعدي المرحلة الصعبة دي. وعشان كده بقول انه في ادارة الدين العام للتعامل مع اي عبء اضافي على الموازنة العامة للدولة نتيجة لهذا التغير في سعر الفايدة، فطبعا بنحاول انه يعني الادوات الماليه يتم تنويعها، وزي ما ذكرت امثله انه من الممكن ان انا في هذه الفتره الجا الى زي ما احنا خلال اليومين الماضيين اصدرنا ب 3 مليار دولار سندات دولاريه، فده ممكن يساعدني كبرضو اجراء مؤقت. يمكن احنا خلال الكام شهر كده وصلنا ل 7 مليار دولار اصدارات سندات دولاريه، اسعار الفايده فيها بتبقى اقل من اسعار الفايده على العمله المحليه، ممكن ان احنا نصدر ادوات دين قصيره الاجل اللي هو مثلا 91 يوم او 182 يوم وخلافه، الى ان الفايده اسعار الفايده في الداخل تبدا تهدى. لكن برضو عاوزين نقول انه يعني نقلل الاثر اللي هو على الباب الثالث عندنا في الموازنه العامه للدوله اللي هو الفايده على الديون. يعني في ظل هذه الظروف كلها بنقول بنتحمل كلنا زي ما المواطن متحمل، الموازنة العامة للدولة متحملة، لأن دي فترة بيجرى فيها تصويب للأوضاع بتاعة الاقتصاد عشان نقدر نخرج خلال الفترة اللي جاية باقتصاد ماشي صح، ويبدأ الناس تبدأ تحس بتحسن في أوضاعها المعيشية بعد الفترة اللي هي احنا عايشينها، اللي هي نتجت على انك عايش بقالك فترة بعجز كبير بتستدين بدرجة كبيرة، فالدين العام زاد، فجزء كبير من إيرادات الدولة بتوجه للفوائد.
فانت بتتحرك على كذا اتجاه، اتجاه السياسات النقديه والسياسات الماليه. في تنسيق طبعا جيد جدا وممتاز ما بين وزاره الماليه والبنك المركزي في تنسيق السياسات، لكن زي ما الاستاذ سحر قالت انه احنا يعني مواجهين تضخم عالي نتيجه للاجراءات الاقتصاديه ونتيجه لتعويم الجنيه، فلابد انك انت تتدخل ببعض السياسات لتحجيم هذا التضخم وتقليل اثاره تدريجيا. وانا اعتقد انه برضو بتفق مع الاستاذ سحر ان شاء الله باذن الله 2018 نبدا نشوف اوضاع مستقره ونزول في التضخم ونزول في العجز وتوليد فرص عمل افضل، نتيجه لانه برضو احنا عاوزين ندي ثقه للمستثمرين علشان دي الثقه اللي هتخليهم النقطه اللي احنا عايزين نتكلم فيها برضو. دكتور معيط وسهر هانم عندها الاول، حضرتك عايز تقولي حاجه قبل ما ندخل؟ الحقيقه برضو انا عايز اقول حاجه ايجابيه. يعني الاصدار الاولاني ودكتور معيط معانا الحقيقه كانت الفايده عاليه شويه. النهارده الاصدار الجديد اللي اتعمل انت اقل من الاصدار الاولاني في الفوائد بحوالي نص في المية. ده معناته ايه؟ ده معناه ان مخاطر الدولة قلت، وبالتالي اصبح في قبول على هذه الاصدارات باسعار فايدة اقل. وكمان مش بس كده، ده اوفر سبسكرايب، يعني الاكتتاب، يعني الطلب اكتر من اللي معروض بكتير. بالظبط. فده نقطة ايجابية جدا لصالح الدولة انها ماشية في الخط الصح. هي بس يا فندم شوية صبر. صحيح، والدكتور معيد كان بيقول هي فترة تصويب، يعني هي فترة انتقالية، وبالذات لما بنتكلم على ان 2018 هننزل بالمعدل التضخم ان شاء الله. ولكن خليني هنا في النقطة دي بالذات، احنا رفعنا الفايدة قبل كده والتضخم زاد، ايه اللي ممكن يبقى مختلف المرة دي اللي يخلي التضخم ينخفض بعد هذا القرار مرة تانية؟ شوف أنا عايز أقول لحياتك حاجة، إحنا لما رفعنا الفايدة قبل كده كان التضخم أسبابه إيه؟ ما إحنا عشان نقول حاجة لازم نفهم أسبابه. صحيح. حياتك النهاردة بدأت سياسة الإصلاح عن طريق تخفيض الدعم. تمام؟ فالدعم ده معناه إيه؟ إن أنت زادت أسعار البنزين والغاز والكيروسين والمازوت، وممكن أكمل، كويس؟ نمرة اتنين، التعويم في البداية بتاعته أدى إلى ارتفاع سعر العملة إلى رقم عالي، وبالتالي تكلفة الإنتاج اللي هي متمثلة في المواد الخام اللي بتيجي للمصانع سعرها زادت. ففوق كده أو كده عشان تقدر تزود موارد الدولة، لأن من أهم برضو المحاور الأساسية في الإصلاح إن أنت تقدر تزود الموارد وتقلل العجز عشان تقدر تقلل الدين. فاللي حضرتك بتقوليه ان هو التضخم زاد مش بسبب زيادة طلب السوق، ولكن بسبب زيادة تكلفة المنتج، بسبب التعويم. زادت، تمام، ولكن وده مش موجود دلوقتي. بس عايز اقول لحضرتك حاجة، معلش بقى، التكلفة زادت، ايوه، لكن المارج بتاع التجار زاد برضو جدا. هامش الربح بتاعهم، هامش الربح بتاعهم زاد، وزاد بشكل عالي. وهنا المفروض كانت آليات الطلب والعرض في السوق، انا كمواطن مصري قدامي منتج اهو، هذا المنتج سعره زياده جدا، لا ماخدوش، وبالتالي لما يقل الطلب ينخفض السعر، او ينخفض المرجع على الاقل. انا ماشي انت عندك تكلفه زايده، اوكي، ولكن لازم ينخفض المرجع بشكل عشان هامش يبقى الربح. يعني ما تبالغش في هامش الربح اللي انت بتحطه. بالزبط. وده دور المواطن ان هو لما يلاقي حاجة مغالة فيها ما ياخدهاش. جميل. بما ان احنا عددنا بقى ايه الاسباب اللي ادت لكده، يبقى اللي جاي عشان تقلل، نقلل استيراد. انا مش بتكلم بقى رشد، لا انا بقى اتكلم دوري بقى، اقلل استيراد، نزود تصدير، وده مهم جدا. خلي بال حضرتك ان احنا ان شاء الله اخر 2017 البير بتاع زهرة هيبتدي ينتج، ده هيدخل لنا فلوس كويسة، نمرة واحد، ودي جديدة لأن هتبتدي تصدر الغاز وهتبتدي توفر من استيراد جزء من الغاز اللي هو كان موجه للاستهلاك المحلي. السياحة ابتدت تتحرك، وده خطوة كويسة قوي. حتى لو بتكلم على الهوت ماني ان هو بيدخل بيطلع اي وقت، ولكن احنا كنا قبل 2010 كان عندي هات ماني 17 مليار ونص، 18 مليار ده في سوق المال دولار. ايوه، هو داخل ادوات الدين وسوق المال.
فالنهارده داخل لي 8 مليار في 6 اشهر. ده حاجه ما هياش وحشه ابدا، بالعكس ده معناها ايه؟ لما مؤسسات زي ميريل لينش وجي بي مورجان يقول للمستثمرين ادخلوا استثمروا في ادوات الدين في مصر، يعني انت بتكسبي. ايوه تمام، ما فيش شك. نطلع بقى فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ونشوف كده مع الدكتور معيط لما نرجع الفترة اللي جاية اللي هي فترة التصويب، ماذا يمكن أن ننتظر فيها؟ خليكم في أسواق وأعمال. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية، بنتكلم على موازنة الدولة وبنتكلم على البنوك ودورها في هذه الفترة. ضيوفنا السادة الأعزاء، معنا سهر هانم الضماطي وهي خبيرة مصرفية وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الأجنبية. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. ومعانا عبر اللايف فيو الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة. أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية دكتور معيط. قولي دكتور معيط، الموازنة الجديدة اللي هتتعرض يوم الاثنين، هو كان فيه ملاحظات وانتوا اشتغلتوا عليها وهتعرضوها يوم الاثنين، ايه اهم الملاحظات اللي تم تداركها المرة دي في العرض الجديد؟ طب خليني اقول حاجة، يعني هو خلال الفترة اللي فاتت منذ تقديم الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب، يعني حصل اجتماعات مع لجنة الخطة والموازنة، اجتماعين، وكان في القاعة، كان في البيان المالي من وزير المالية ووزيرة التخطيط. المرحلة اللي احنا فيها دي هي اجتماعات اللجان المعنية مع الوزارات والمصالح والهيئات المختلفة لتجميع الملاحظات. يعني طبعا خلينا نقول الملاحظات منصبة على يعني الأجزاء الخاصة بالتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة ويعني الانفاق عليهم، لكن خلينا نقول كمان أنه يعني كان في بعض الملاحظات خاصة بدعم إسكان محدود الدخل. ويعني احنا دايما بنقول أنه موازنة العامة للدولة الجديدة 17-18 داخلة بتحقيق أهداف معينة، فلازم كلنا نركز فيها لأن دي مهمة قوي. احنا عندنا في نوعين من العجز داخل الموازنة، في اللي بنسميه العجز الأولي اللي هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات من غير فوائد الديون، وفي العجز الكلي بقى بتاع الموازنة. احنا بقالنا فترة طويلة قوي عندنا عجز أولي وعندنا عجز كلي. احنا دلوقتي عشان نقول انه هنقلل الدين العام وهنقلل السلف وهنقلل موارد الدوله بتروح في الديون، نبدا بالعجز الكلي، سوري نبدا بالعجز الاولي. يعني معنى كده ايه؟ معناه ان انا عاوز اتحرك في ان ايرادات الدوله بتغطي مصروفاتها بدون الفوائد، ويبقى عندي بدل عجز اولي يبقى فيه فائض اولي استخدمه في سداد جزء من فوائد الديون فتقلل كميه السلف، بالاضافه الى اني انزل بالعجز الاولي. هنوصل لده دكتور معيط؟ احنا بنستهدف على سبيل المثال. نعم هنوصل لده. الو بقول لحضرتك هنوصل لده ان شاء الله. الموازنه بتاعه 17 18 داخله بان يبقى في فائض اولي 18 مليار، وانزل بالعجز الكلي من المستوى اللي هو كان السنه اللي فاتت كان حوالي 12.5 الى ان يبقى في عجز كلي 9.1% من الناتج المحلي الاجمالي. فده هدفنا. هيجي منين الكلام ده ويتحقق ازاي؟ عن طريق ان احنا بنحاول ايرادات الدوله تتحسن من خلال الحصيله الضريبيه واستقرار المنظومه الضريبيه وتحسين الاداره الضريبيه وتفعيل انواع الضرائب اللي هي التحصيل منها ضعيف، وفي نفس الوقت بحاول ارشد من مصروفاتي. فالاول مره طب اخبار الاستثمار ايه يا دكتور معيط؟ زايد في ايرادات الدوله. اخبار تشجيع الاستثمار ايه؟ اعلى من معدلات المصروفات. تشجيع الاستثمار انت عندك كذا حاجه عملتها. عملت قانون خرج من مجلس النواب للاستثمار، عملت القانون الخاص بالترخيص وتصريح بمجرد الاختيار، بتحاول انك انت تشجع
عن طريق انك بتقلل من الاجراءات الخاصه بالاستثمار، وايضا عن طريق ان المعوقات المتعلقه بتوفير. طيب دكتور معيد، خليني اخد بقى وجهه نظر البنوك في النقطه دي، لان اللي انا فاهمه كده من دكتور معيد ان التفكير هو في الضرائب. طب واخبار الاستثمار ايه؟ طب والبنوك لما بتتكلم مع المستثمرين، هل المستثمرين هيقبلوا في بهذا الشكل على الاستثمار وعلى إقامة مصانع وعلى إقامة شركات وتوظيف ناس وإن يبقى فيه حراك، ولا الوضع إيه بالظبط؟ والله شوف حضرتك، أنا بتمنى حاجة وبكل صراحة كده، لو إحنا نحط منظومة ضريبية جديدة فتتحط هذه المنظومة الضريبية وتستمر شوية الواضحة واضحة بقى ونستمر عليها، ما نجيش في وسط السكة نغير كتير، رغم ان طبعا يعني انا متفهمة جدا لاحتياجات الدولة، ولكن لو بنتكلم على المستثمرين، انت بتبني تصديات المشروع على اساس ايرادات وتكاليف ومعطيات، دي بتأثر على التدفق النقدي وعلى اقتصاديات المشروع، وبالتالي نبقى واضحين وثابتين شوية. ده واحد. طيب حاجة تانية، كيفية زيادة الايرادات. النهاردة أنا شايفة أن الدولة الحمد لله خدت خطوة إيجابية جدا جدا أنها بتسترجع الأراضي. حصيلة بيع الأراضي ما هي هتزود إيرادات الدولة. العمل على أن احنا ندخل القطاع الغير رسمي يا فندم، احنا عندنا دكاترة مهندسين محامين مشروعات كتير بتشتغل ما بتدفعش ضرائب، تجار، ما انا بقول المشاريع بقى مختلفه باشكالها، صغيره متوسطه ما بتدفعش ضرائب، لازم يبقى في شغل على تدخل هذه، ودي فئات كبيره، لو احنا بنتكلم على 60% من الناتج القومي ده رقم ضخم، لان فرض الضرائب هتفرضها على الممولين الحاليين الموجود. الموجود، فانت الموجود. بتزود الاعباء وعلى المستثمرين اللي انت بتحاول انك انت تجذبهم. في الحالة دي هل احنا هنبقى منافسين في المنطقة؟ هل هيبقى عندنا ميزة تنافسية في ظل هذه الأعباء؟ أنا شايفة أن لازم المنظومة كلها بقى تدرس. ليه؟ حضرتك النهاردة بتحط رسوم على التصدير، وأنا عايزة أصدر، عايزة أدعم التصدير، ما ينفعش أن الرسم على التصدير يبقى أكتر من تكلفة الطن بتاع التصدير، كده هفقد الميزه التنافسيه بتاعتي وسط بلاد العالم. فانا لا، في حاجات لازم اعمل لها، اخرج بقى من المنظومه شويه، ابتدي ادعمها بقوه، اي مشاريع تصديريه. عندك امثله يعني الصين كانت عملت كده وبلاد كده، حتى امريكا بتعمل كده. بالظبط. انا النهارده كل ما زاد التصدير، كل ما دخلت العمله، كل ما قل سعر العمله، كل ما في هذه الحاله تكلفه الانتاج قلت، تقدر توصل لنوع من التوازن. انا محتاجه اقلل دعم، لكن انا بتقل عندي اسعار العمله، وبالتالي ده يعمل نوع من التوازنات. فلازم يبقى التفكير كده. ده رايي الحقيقه يعني. دكتور معيد. ايوه اتفضل يا فندم. سامع حضرتك؟ اتفضل يا فندم. لا يعني احنا لا. عايزين نسمع يعني بقى وجهه يعني نظرك. هو بس انا لا أنا هقول لحضرتك، أنا وجهة نظري إنه المستثمر بيقول لك أنا علشان تبقى أنت جاذب ليا أجي واستثمر عندك، أنا محتاج حاجتين أساسيتين، طبعًا بتفق مع الأستاذ سحر، وهو استقرار المنظومة الضريبية، ده أساسي، لأن الراجل ده بيخطط على أساس حاجة المفروض تكون مستقرة وما تتغيرش كل يوم، أدي نمرة واحد. نمرة اتنين، هو محتاج منك برضو إنه احتياجاته من الكهرباء ومن الغاز ومن المية ومن الطرق ومن الترفيه ومن الأراضي، إنك أنت تساعده في إن الحاجات دي تكون موجودة ومتاحة ومستقرة. فما يجيش الحاجات دي ما بيفكرش فيها في اسواق ثانيه يا دكتور معيد. كهرباء الحاجات دي ما بيفكرش فيها في اسواق ثانيه، يعني المنافسه اللي قدامنا يعني البلاد الثانيه بتوفر له كل الكلام ده وما بيقلقش منه. بس
معلش بس انت دوله كنت من سنتين ثلاثه بتمر ان الكهرباء بتتقطع منك 8 ساعات و12 ساعه في اليوم، وكنت بتقول له اشتغل ورديه وقفل اتنين. صحيح. وكان بيتاثر بانه ما كانش فيه غاز لانه كان عندك نقص في الغاز، وكان بيتاثر انه عنده مشكله في اراضي متاحه وترفيه، فانت اتحركت في كل الكلام ده. ادي الجزئيه الثانيه. الجزئيه الثالثه انك تخفض البيروقراطيه اللي عندك وتخفض المشاكل في التعامل مع الادارات الحكوميه المختلفه، علشان دي بتسبب مشكله له. اعتقد التحرك على الثلاث اوجه دلت ممكن يكونوا مساعدين. الحاجه المهمه ويعني الاستاذه سحر قالتها انه فرض رسوم على التصدير، اعتقد انه في حالات بتفرض فعلا رسوم على التصدير في الحالات اللي بتكون الدولة محتاجة المنتج ده لان عندها نقص فيه. يعني مثلا لما انت جيت حضرتك على الرز وكان عندك مشكلة، ممكن تقول والله لا انا الانتاج جوه البلد محتاج فانا مش هصدر واسيب البلد محتاجة رز، او مثلا في جينا في مشكلة السمك وارتفاع اسعاره لان التصدير زاد، فجيت قلت لا انا الاحتياجات الدولة اهم وتوفيرها اهم. لكن ما دون ذلك انت ما تقدر تقول انه تخفيض سعر الجنيه كان جاذب انه هو يدفع بزيادة الصادرات. ما زال عندك برضو يعني البند الخاص في الموازنة اللي هو بتاع تنمية الصادرات، ما زال موجود 2.6 مليار جنيه، عشان احنا برضو في بعض الصناعات عاوزين نشجع في نموها. فسياسة الدولة هي فعلا تشجيع الصادرات، لان مؤمنين بانه هو ده اللي هيساعد في ان الدولة يكون عندها متوافر من العملة الصعبة، وده هيكون تدعيم لقيمة الجنيه المصري من زيادة كمية الصادرات في الانتاج. وده برضو كان من الاسباب انه قلنا بالنسبة للمناطق الحرة الخاصة ما زالت يعني الموجود يظل يعمل، وكمان مجلس الوزراء ممكن يدي تراخيص لاستثمارات جديدة في المناطق الحرة، مناطق حرة خاصة، بس بشرط انها تكون موجهة للتصدير. سهر هاني، هل تتفقي مع هذا الطرح؟ نمرة واحد. نمرة اتنين، انا عايز ادخل بقى في موضوع سعر الفايدة ده، البنوك هتتعامل معاه ازاي وهيكلفها قد ايه؟ بس اخد الاول رد فعلك على الكلام اللي الدكتور معيد قاله. لا، هو الكلام اللي الدكتور معيد قاله هو يعني نفس اللي انا قلته بالظبط. انا النهاردة واحد لازم اركز على التصدير مفيش شك، لازم اعمل استقرار ضريبي علشان المستثمر يبقى فاهم اقتصادياته من الاول. ثلاثة، انا لازم افتح مجالات تانية للحكومة تفتحها زي بيع الاراضي زي ما قلت قبل كده، وزي انها تدخل القطاع الغير رسمي بحيث ان المنظومة الضريبية ما تبقاش فقط على اللي موجود. في تكلفة على البنوك بعد قرار البنك المركزي الاخير، مش كده؟ هل التكلفة دي بتبقى من ربح البنوك ولا بتيجي منين؟ لا، هو حقيقة ما بتبقاش من ربح البنوك، بالعكس يعني. ليه؟ لان عادتك انا النهارده اصبح عندي الكوريدور ارتفع، وبالتالي انا بحدد سعر الاقراض على اساس سعر الكوريدور، فبناء عليه ده بيزيد بالنسبه عندي واحد تكلفه الاقراض، فده مش هياثر عليا ايجابي، ده سلبي، ده هياثر عليا ايجابي ما ياثرش عليا سلبي. بالنسبه للودائع ده تكلفه عليا، بس طبعا الودائع لازم هتزيد، وهنا بتختلف السياسه من بنك. لا، هو الناس هقول لحضرتك هتقترض ليه، لسبب بسيط. احنا قلنا في زياده 2%، هدخل حياتك بقى في حته شويه بنكيه، بس احنا النهارده خلاص قرب يخلص. سريع في السريع، النهارده اي مشروع بيعمل كام دوره انتاجيه؟ دوره واحده لا يمكن، خمس دورات. لو جيت قلت انا زودت التكلفه 2%، 2% هتقسمها على الخمس دورات هتطلع كام؟ 4.4. واخد بالك؟ فبوينت فور حقيقي تكلفة ولكن متقسمة على عدد الدورات، فمعقولة وماشي. ده اللي احنا بنسميه مارجنال انترست ريت انكريز، او الزيادة. هو كده ولا كده هيرفع السعر على المستهلك؟ وهو هيرفعها على المستهلك بالظبط كده. طيب، سعر الدولار حضرتك بتتكلمي النهارده على الفجوة، اتكلمتي على الفجوة، هل تتوقعي بعد القرارات دي وبعد موضوع طرح السندات والاقبال خفض انخفاض في اسعار العملة؟ الأجنبية هنا. شوف، هقول لحياتك حاجة، عايزين نخفض سعر العملة، نشتغل على التصدير. طيب، ونوقف الاستيراد ونقفل الفجوة. دكتور معيد،
الموازنة تتوقع الموافقة عليها امتى تنتهي الموافقة عليها خالص؟ يعني هو انا اعتقد انه الوقت بالنسبة لنا ما بقاش كبير، لانه اعتقد ان يوم الخميس 22/6 ده هيكون اخر فرصة قبل اجازة العيد وقبل نهاية يونيو. دكتور محمد، الموازنة لابد معيد حد اقصى 30/6 لازم تكون يعني اقرت ان شاء الله اخرنا 22. دكتور محمد معيد نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نتمنى لكم دايما التوفيق. سهر هانم الضواطي الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة إحدى البنوك الأجنبية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة والأمة العربية والإسلامية كلها بخير يا رب، ونتقابل على خير يوم الأحد في برنامجكم أسواق وأعمال.